هلا مرحبا فيكم في حلقه جديده من برنامج رايكم شباب. وانطلقنا اليوم في حلقه الويكند مثل ما تعودنا من الساعه 6 للساعه 7 مساء من السبت للخميس، وابداع متميزه ابداعات متميزه في كل خميس، وانطلاقه حلوه في البدليات. مساء الخير يا اسرار. مساء الخير احمد، ومساء الخير على الجميع مشاهدين شاشه الراي وبرنامج رايكم شباب. اكيد واليوم اخر يوم في الاسبوع وويكند باكر، اسبوع مر بسرعه احمد. صح. ان شاء الله يكون ويكند سعيد على الجميع. اكيد، بالاضافه لذلك ان اليوم عيد الام، وان شاء الله كل امهاتكم تكونوا بخير. واليوم هذا جدا جميل صراحه، ما اقدر اقول كلام اخاف ما اوفي بحق الوالده الله يحفظها ويطول بعمرها. ان شاء الله بتقولين شيء حق الام بعد شوي، راح خاشين الحكي حق بعد شوي. صح، اكيد طبعا. ننطلق في اولى فقراتنا في برنامج رايكم شباب مثل ما تعودنا في كل خميس، وسلسله مطاعم امريكانا والمفاجات الكثيره والعديده من خلال مطاعم دجاج كنتاكي راح تكون معنا في الحلقه. نعم اكيد احمد، ومحطتنا الثانيه راح تكون وايد دسمه، لان راح تكون فيها استطلاع لاراء الشباب حول التكنولوجيا الحاليه، هل استخدامها ايجابي ام سلبي، وشون قاعدين يستعملونها. راح نتطرق لهذا الموضوع مع ضيوفنا ومع راي الشباب اللي راح يكون معنا في التقرير. طرق التواصل الاجتماعي دائما يكون فيها تميز وابداعات كثيره في تطور البرامج الكثيره، كيك، انستغرام، تويتر، فيسبوك، والعديد من البرامج قامت تنزل بشكل يومي، وكثير وابديتات جدا كثيره في المواقع والتواصل الاجتماعي. لكن مثل ما قالت اسرار، هل هذا ياثر بشكل سلبي ام ايجابي على شريحه الشباب اللي دائما قاعد نلاحظ دش الجامعه باي مكان تشوف لاهين بالتليفون؟ والحين فوق كل هذا فن ران اللي اخذني اليوم على تواجدي بالحلقه سبت هاللعبه هذه اللي ما ادري شنو الهدف منها، بس انها حلوه. حلوه، بس انا الحمد لله اني للحين ما دمجت فيها. وعلى طاري التكنولوجيا وتويتر وانستغرام، اي حد حاب انه هو يشاركنا ويتواصل معنا حول مواضيع حلقتنا اليوم يقدر انه هو يتواصل معنا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، وفيسبوك وتويتر للحين ما حفظتهم يا احمد. تويتر سلاش تويتر هو @رايكم اس، والفيسبوك facebook.com/رايكم، هذه طرق التواصل الاجتماعي. ايميل البرنامج شباب @rai.tv، بالاضافه الارقام موجوده اسفل الشاشه، هذه طرق التواصل اللي حاب يتواصل معنا. ولا تنسون ايميل البرنامج اللي حاب يتواصل او يكون متواجد في الاستديو، او انه يطرح موضوع معين ممكن نناقشه، او يكون عنده موهبه معينه خارج الاستديو، فهذه طرق التواصل. نعم اكيد، اي حد حاب انه هو يشاركنا يقدر انه هو يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك وتويتر مثل ما ذكرنا. اكيد طبعا، مثل ما قلنا في بدايه الحلقه وفي كل خميس دائما يكون عندنا شيء مميز من سلسله مطاعم امريكانا، وبمناسبه مرور 40 عام على انطلاق كنتاكي في الشرق الاوسط، والعديد من الجوائز راح تقدم في خلال هذه الايام. نعم اكيد، واحمد كل اللي عليهم انهم يسوونه من كنتاكي انهم يطلبون وجبه حجم سوبر، ويقدرون انهم يحصلون على كابونين، واحد للسحب وواحد ثاني امسح واربح، تقدر انك تربح لسامسونج سامسونج سواء كان تلفزيونات او تليفونات، ويكون على اربع مراحل. تاب والجالكسي، الجالكسي دائما يكون متميز في كل الاشياء، فالعديد من الجوائز امسح واربح والعديد من الامور. لنشوف مزيد من هذه التفاصيل ومطعم دجاج كنتاكي شنو يقدم مع سلسله مطاعم امريكانا في هذا التقرير، ونرجع مره ثانيه. في الفقرة الأسبوعية لسلسلة مطاعم أمريكانا، ودائما تقدم كل ما هو مميز، وعندنا كل أسبوع في حلقة رايكم شباب شيء يقدمه سلسلة مطاعم أمريكانا. اليوم احنا متواجدين في كنتاكي البحر لاحتفالا بمرور 40 عام على انطلاقات في الشرق الأوسط، راح يكون فيه العديد من المفاجآت بانتظاركم. أولى المفاجآت الجميلة بمناسبة الأجمل في مطاعم كنتاكي، أنك أنت ما عليك أنك تطلب اللارج ميل اللي هي عبارة عن لارج فرايز ولارج بيبسي مع الساندويتش المفضل لديك من عديد المختلف من الوجبات اللي تقدمها كنتاكي، ودخولك في ربح جوائز جدا قيمة من أحدث أجهزة سامسونج الجديدة. عندنا سامسونج سمارت تي في شاشة 55 بوصة جدا مميزة، بالإضافة إلى ذلك سامسونج جالكسي نوت وسامسونج جالكسي تاب. لا تنسون، ما عليك إلا تطلب اللارج ميل وتاخذ أحد الجوائز، بالإضافة للعديد من الجوائز اللي قلناها. مفاجأة ثانية وجدا جميلة بالمناسبة، الأجمل والأحلى، أن عندنا منيو سوبر توفير بقيمة 900 فلس في العديد من الوجبات اللي تقدمها. ولا تنسون هذا العرض محدود ومتوفر في جميع أفرع مطاعم كنتاكي في الكويت. وبمناسبة مرور 40 عام على انطلاق دجاج كنتاكي في الشرق
الأوسط ولفترة محدودة. راح نرجع إلى السبعينات ونقدم هذا العرض الخيالي من السعر المناسب مع منيو السوبر توفير في مختلف الوجبات اللي تقدمها. دبل رويال عبارة عن قطعتين ساندويتش رويال الجديدة، تختار حار أو بارد على كيفك، لأنه هو أصلاً يقدمون لك تو ساندويتش مع بطاطا فرايز دجاج كنتاكي الذهبية. لايت ستريبس عبارة عن ثلاث قطع من دجاج الكريسبي ستريبس الرائعة مع اختيارك من صوص الباربيكيو أو صوص الشيدر اللذيذ مع بطاطا فرايز دجاج كنتاكي الذهبية وقطعة خبز طازجة. سناك ميل عبارة عن قطعتين دياي باختيارك من الخلطة الأصلية أو الحارة مع فراش يقدم من دجاج كنتاكي الذهبية وقطعة خبز طازجة. رويال ستريبس عبارة عن قطعتين ديال الكريسبي الرائعة مع اختيارك أنواع الصوص سواء صوص الباربيكيو أو صوص الشيدر اللذيذ والساندويش رويال الجديد وفرايز دجاج كنتاكي الذهبية وقطعة خبز طازجة. رويال تشيكن عبارة عن قطعة دياي باختيارك من الخلطة الأصلية أو الحارة مع ساندويتش رويال الجديد وفرايز دجاج كنتاكي الذهبية وقطعة خبز طازجة. مع كل المفاجآت اللي قلناها في مطاعم دجاج كنتاكي هناك العديد والكثير من الجوائز الفورية اللي راح تحصل عليها في هذا المطعم المتميز والجميل، ولا تنسون في فترة محدودة وفي كل أفرع مطاعم دجاج كنتاكي. وإذا أنت قاعد البيت تبي يوصل لك حار نار على كيفك، ما عليك إلا تتصل على 1-3-8-3-6 وكل شيء يريح بالك. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا التقرير، الله يعطيك العافية أحمد على هذا التقرير الجميل، وشيء مو جديد على أمريكانا يتقدم مثل هذا النوع من العروض اللي كل مرة كل أسبوع قاعد تغطيها لنا في التقارير. طبعا اليوم مثل ما ذكرت أحمد إنه يوم الأم، وإحنا أكيد في هالمناسبة الغالية على جميع من قاعد يشاهدنا اليوم نقول كل عام وأنتم بخير على جميع أمهات العالم كلها. شو بتقولين حق أمك؟ كل عام بخير، وأبوي راح يغار الحين فهم هو كل عام هو بخير. لا أكيد في كلام داخلتي ودش تقولينه عبر، يلا كل واحد راح يأخذ وقت حق أمه، يلا قولي. هو ما في كلام يعبر يعني حق الأم، لأن هي أغلى شيء أكيد صح، حبها وايد يعني. وأحمد يعني قاعد داخلني ويعني ما راح تعبر يعني. لا أمي كم أهوا تخيلي، راح أغني حق أمي هذه الأغنية اليوم، بس امي راح نغنيها. ترى انا توني ادري ان عبد الله اخوي قال نفس الاغنيه، سبحان الله نفس الدم ونفس الطول ونفس التعابير. فكل عام وانت بخير يا الوالد، الله يحفظك ان شاء الله، وان شاء الله كم ما قصرنا معك باي شيء، ومهما سوينا ما راح نوفي لك. وطبعا سهروا علينا، طبعا هالكلمه لازم سهروا علينا، مو شرط سهران علينا، يا ما احنا قعدنا من نوم احنا سهرنا. طبعا يعطيكم الف عافيه الوالد والوالد، الله يخليكم لنا ان شاء الله. ام عبد الله ثم ام عبد الله ثم ام عبد الله ثم ابو عبد الله. ابو عبد الله هم ما قصرت يعني، هم انت بس خليك من هالامور، بس هذا شيء ديني والاسلام شرع بذلك. فكل عام وانتم بخير، وان شاء الله تكون سنه افراح عليكم في كل سنه، تكونون بارين والدينكم. نعم احمد، وايد ناس تعارض ان الناس تحتفل في هذا اليوم يوم الام، يقولون لا احنا هي موجوده طول السنه، فمو محتاجين احنا يوم واحد احنا نقدر فيه الجهود اللي هي قاعد تقدمها. بس بالعكس احنا شفنا يوم حلو ان احنا قاعدين نعبر فيه عن حبنا وتقديرنا لامنا والاشياء اللي قاعده تسويها لنا، خصوصا هالعاده ماخذينها من الغرب، وبسبه ان الاسره قاعده تتفتش، وبس احنا هم محتاجين هاليوم عشان نعبر فيه. أكيد طبعا إن شاء الله كل المشاكل الاجتماعية تزول، ولابد يكون في كل بيت مشكلة، فالكمال لله عز وجل. ولكن إن شاء الله كل يبتعد عن المشاكل، أهم شيء تكون بار والدينك ويكونون راضين عنك، سواء أنت طالع ولا أنت داخل، ولا ترفع صوتك، لأن هذه أكبر غلطة ممكن تسويها، تضايق فيها أمك وتخليها مو مرتاحة ومو مستانسة منك. راح ننطلق بهذه المناسبة الجميلة مع أغنية ماهر زين للأم، ونرجع مرة ثانية للاستديو. Make it up to you.
كل الشكر لماهر زين على هذه الاغنيه بمناسبه عيد الام. ان شاء الله قلنا ان الكل يكون راضي، الام تكون راضيه عنا في هذه الاجواء الجميله. والله هلا اليوم بالمناسبه هذه لازم تقدمون هديه لو كانت شيء بسيط تقدرون فيها معنى الام وتكونون مقدرين هذا التواضع الكبير تحت ارجل الامهات. نعم اكيد احمد، وكل عام هم بخير للجميع. اكيد اكيد طبعا، مثل ما قلنا في بدايه الحلقه عندنا المزيد من المفاجات. مجموعه من الطلاب في قسم الجامعه راح نتكلم عن موضوع تطور التكنولوجيا على راسهم دكتور خالد القحص في هذا الموضوع المتميز، راح نتكلم بعد الفاصل، خليكم معنا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل ومكملين محطتنا الثانية في رأيكم شباب حول موضوع الشباب والتكنولوجيا، هل هو استخدامهم سلبي أم إيجابي؟ هل عندهم الإدراك الكافي لاستخدام مثل هذا النوع من التكنولوجيا؟ راح يكون معنا ضيوفنا في الاستديو الدكتور خالد القحص، حياك الله. يا هلا. وراح يكون معنا طالب فهد الدوسري، حياك الله. الله يحييك. هلا. ومريم الامير، حياك الله، طلبه قسم الاعلام، وفاطمه كرم، حياك الله. الله يحييك. حياكم الله. طبعا دكتور خالد القحص عضو هيئه التدريس في جامعه الكويت وطلاب الاعلام ايضا في جامعه الكويت، واحنا سعداء في تواجدك دكتور. الله يسلمك. الايام اللي كنا قاعد نتكلم انه يوم كنت تلقي علي المحاضره، اليوم انا موجود في هذا البرنامج واتشرف في البرنامج بتواجدك اليوم. ففي بدايه هذا الموضوع كنا قاعد نتكلم عن استخدام التكنولوجيا من قبل الشباب، فانت لك باع طويل في التدريس مع احتكاكك مع الطلاب، فشلون تشوف اقبال الشباب في التكنولوجيا؟ التكنولوجيا اللي هي قصدك الاتصال ولا مطلق التواصل الاجتماعي اللي هو مثل البرامج وال هو طبعا بلا شك الان هو عصر الشباب، واحنا برنامج رايكم شباب، فاعتقد ان الان التكنولوجيا خاصه الاتصاليه اللي لها علاقه بالمواقع التواصل الاجتماعي والتليفونات الذكيه والالواح الذكيه هي قريبه من طبيعه الشباب، فيها السرعه وفيها سهوله الاستخدام، والشاب ما هو غريب عنها يعني. صح. مو مثل نحن الكبار او الاكبر منا بعد اللي ما عندهم علاقه، ما عندهم علاقه قويه مع الاجهزه، لازال الطريقه القديمه. هذه نشأوا في جو الايميل وجو المنتديات وجو فلما طلعت الايفون والتليفون الذكيه والالواح الذكيه والتواصل الاجتماعي وتويتر فيسبوك كان جدا سهل انهم يتبنون مثل هذا الامر، بالعكس فهي اندمجوا معها بطريقه يعني. انت سلسة. موافق ان دخولهم اقبال الشباب في جانب استخدام التكنولوجيا، ولكن هل بشكل ايجابي او سلبي؟ كان احنا قاعد نتكلم هل يكون ايجابي او سلبي. انا قلت لك الان شلون هم تتاقلموا مع الوضع. الان الاستخدام ايا كان الاستخدام، يعني لو اخذنا في اي اداه في العالم استخدامها يرجع للشخص نفسه. صحيح. في ناس تلقى ما شاء الله عنده قدره على استخدام الجهاز او استخدام الموقع التواصل بطريقه ايجابيه واسمنها، وفي ناس لا يستخدم بطريقة سيئة جدا. بس أغلب الناس بالنص يعني. نعم. يقول لك أغلب الناس اللي يدشون التواصل الاجتماعي ما هم أكتف حيل، أكثرهم مشاهدين يسمونهم. صحيح. يعني أنا أدش على تويتر بس أطالع لكني ما أكتب، ما يسمى أكتف ناشط تويتر يعني. قولتك صحيح. اعتبروها في البحوث أن الناشط اللي يكتب رسالة على الأقل كل أسبوع أو أسبوعين هذا ناشط. فحتى ما أعطيه الإجابة، بس أغلب الناس يقول لك مع الأيام يتعلم استخدام. يعني الإنسان اللي عاقل شوية في البداية تعرف ما عنده خبرة، ما يكون مشارك أكثر، قصدي ما عنده خبرة في استخدام، يمكن يسيء استخدام، يدش على مواقع يسوي كلام، بس يقول مع الأيام ترشد التجربة وينضج الشخص. صحيح. بس بشكل عام الناس استخدامهم جيد بشكل عام. صحيح دكتور، ممكن يكون هذا رأيك في الشباب، لكن ودي أخذ رأي الشباب في الاستخدام. ودي أبتدي مع مريم. مريم شنو رأيك باستخدام الشباب لهذه النوع من التكنولوجيا، تفاعلها فيسبوك وتويتر وإنستغرام أيا كان؟ والكل وسائل الإعلام قاعد أشوف سلبياتها وإيجابياتها، بس للأسف يمكن الطرق أول شيء للسلبيات لأنها وايد أشوفها مؤذية، نظرة صايرة وايد خاطئة للناس، قاعد تشوف إن شبابنا ما قاعد يستخدمونها كوسيلة إيجابية. من ناحيه تويتر البنات الصور اللي يحطونها او الشباب الدعوات اللي يسوونها،
المعلومات المغلوطة، الأخبار اللي تنتشر كلها أساساً بعضها، ما نقول كل البعض منها خطأ، قاعد تأثر وايد أساساً علينا. كنا نطمح نشوف أن وسائل التكنولوجيا اللي تنتشر كانت تكون أحسن من كذي بوايد، أن نكون إحنا كشباب مثقف وليس الشباب يتبع تكنولوجيا فقط أنها تكنولوجيا. حلو. صار أن إحنا الشباب نتبع أي شيء في تكنولوجيا حديثة، من تويتر، من كيك، من كيكرز، من إنستغرام، نحط أشياء بس إحنا مو عارفين إن الغرض الأساسي من هذا البرنامج شنو. يعني شنو بنوصل إحنا المعلومة؟ يعني حتى مثلاً بالإنستغرام نشوف إن البنات يحطون أو الشباب صور ما لها داعي. صحيح. ما فيها معلومات مفيدة تقدمها، ما في شيء مفيدة بتقدمه. صح. من ناحية التويتر هم نفس الشيء، المعلومات الغلط. الكيكرز للأسف صار إنه هو الغرض من برنامج كيكرز كان تقديم معلومة خلال 30 ثانية. صح. للجمهور للاستفادة منها. صح. بس إحنا شنو قاعد نشوف في المقابل؟ قاعد نشوف معلومات خاطئة أو أوضاع يمكن تجرح الواحد لما يشوفه. ما كنا نتمنى تكون بنات ديرتنا أو حتى البنات الخليج إنه يكون بهالوضع هذا. مريم أنت داشة حامية وفي أشياء وايد مضايقتك في الموضوع. أنا على يقين إن عندك شيء من التواصل الاجتماعي، ولكن تشوفين بشكل عام، يعني أنت قلتي يعني نوعا ما حطيتي الأولوية إنه أكثر سوء استخدام في هذا الموضوع، رغم إنه في الجانب الإيجابي موجود. لكن خلينا نشوف رأي فهد. يعني شفت مريم ما خلت احد، فانت شو رايك فهد؟ طبعا اول شيء لما نشوف وسائل التكنولوجيا الحديثه او وسائل الاتصال الحديثه، اي برنامج كان، نعاني من مشكله من التحديد هل هي غايه ام وسيله. هل انا استخدم وسيله الاتصال كوسيله للتواصل مع الاخرين عبر تويتر او فيسبوك او اي كان، ام انا في هذا البرنامج غايه اني ابقى في هذا البرنامج عشان يقولون عني انا قاعد اشارك في هذا البرنامج؟ اذا كانت انا وسيله استخدمها فيكون استخدام ايجابي، اما اذا كانت انا غايتي هي فقط الوجود في هذا البرنامج راح يكون وجودي سلبي او ما في منه فايده. يعني تقصد الاطلاع ممكن يكون شيء سلبي؟ مو الاطلاع يكون شيء سلبي، التواجد من اجل التواجد. هل انا متواجد بالبرنامج اتواجد عشان انا يكون لي اسم فلان الفلاني موجود عنده تويتر وفيسبوك وايا كانت البرامج، ام هل انا استخدم هالبرنامج لاوصل معلومه؟ هل انا استخدم هذا البرنامج عشان استخدمه كوسيله لتوصيل راي او لتوصيل غرض معين؟ مني النقطه المهمه، السلبيه والايجابيه تعتمد على هذا الشيء. انت شنو برايك؟ يعني قاعد اتكلم عن اراء الشباب في الموضوع، هل تشوفه يعني باستخدام سلبي ام ايجابي؟ احنا نشوف ان في هناك مجموعات شبابيه او اشخاص بالكويت لهم استخدام جدا ايجابي من خلال توفير معلومات، وعي تكنولوجي. اما في استخدام وانا يطبع يعني تشوف اغلب الاشياء هو استخدام سلبي. طبعا المتواجد، ولكن لا ننكر دور التواجد الايجابي، لان هم لو نقارن مجتمعنا بالمجتمعات الخارجيه ومن استخدام التكنولوجيا نشوف ان هم نفس الاستخدام يعانون منه، فهي ظاهره عالميه وليست ظاهره مختصه بشباب الكويت. صحيح. او في المنطقه الخليجيه. صحيح. صحيح. هي في النهاية لو خليت خربت، يعني على على حسب شخصية الواحد شلون راح يستخدم هذا الموضوع. وعلى ذكر ان في اشخاص قاعد تكون موجودة بس عشان تتواجد، يمكن في وايد اتهام قاعد نشوف البنات خصوصا ان تواجدها في هالمواقع بسبب الانفتاح اللي قاعد نشوفه، يمكن هي تحط صورها او معلومات شخصية عنها، ففي اتهام وايد قوي على البنات من خلال استخدامهم لهذه مواقع تواصل. فاطمة ايش رايك بهالموضوع؟ بشكل عام هو المفروض يكون استخدام هالمواقع هذه بشكل إيجابي، بحيث أن أنا أحافظ على خصوصيتي وفي نفس الوقت أنا أظهر صورة إيجابية عن نفسي أو عن عائلتي خلال استخدامي لهذه الوسائل التكنولوجية الاجتماعية. صحيح. لكن لما نتكلم عن السلبيات في الموضوع، اللي قاعد يستخدمونه بشكل سلبي، نعم. أنا أظن هما يعني لازم إحنا ما نعممهم نهائياً على مجتمع. صحيح. الكويت، مجتمع الكويت مجتمع متفتح، ويعني إذا خذينا الجانب السلبي خلينا نقول هو نتيجة كبت قاعد يصير عند البنات، نتيجة تنشئة اجتماعية خاطئة. الوسيلة المستخدمة ما لها ذنب في هذا. في المقابل أيضا نشوف إنه في بنات قاعد يحطون صورهم بشكل إيجابي. نعم. وبالعكس يعني يبعث الفخر في نفوس الناس إنه لما إحنا قاعد حاطين شخصية موجودة صورة واسمها ومعلوماتها، لكن صورة لازم تكون حسنة لها. هو بشكل عام يعني الاسم ما هو عيب عند. صحيح. بالمجتمع الكويتي. يعني احنا عندنا قصص مثلا اخوان نوره يفتخرون ينتخون باسم اختهم وشخصيتها. نعم. وايضا اخوان مريم. هو الموضوع صور واسم، عرفتي حاليا. صحيح. صار في مجال ان احنا نحط صورنا ايضا، يعني انا اطلع. نعم. بالمجتمع اروح الجمعيه، اروح السوق، اطلع الجامعه،
ناس شايفين شكلي، مو شيء غريب اذا انا حطيته. بس اتوقع هذا لجانب ثاني، احنا عندنا عادات وتقاليد في المجتمع انه يصير في جو من نوع ما من الاشهار. يعني هي في مساله طريقه التربيه داخل البيت، حتى لو كانت في ناس بالعكس بكل ادب واحترام تحط اشياء، ولكن حياه نتكلم المراه نفسها لما تكون حاطه كل حياتها موجوده. صحيح. من اكل من طلعه، يعني ما لا تقول شو اخبارك، شوف الانستغرام، قول اعطيني انستغرام، انا ممكن اشوف حياتها اليوميه عند البعض. يعني غالبا ما يكون متواجدين من الصبح لليل، التواصل لابد يكون في الانستغرام. يعني اذا التليفون اتوقع غاب ممكن الشخص هذا نفسه يغيب في انطلاقته في هذا الموضوع، وهو بحر كبير لابد يكون له حلقات نقاش، ولكن راح نحاول نركز النقاط المهمه في الموضوع. دكتور، يعني هل يجب ان تكون هناك قواعد تحكم الشخص المستخدم في سواء الكيك ولا انستغرام او تويتر بوضع صوره او فيديو او تعليق يكون محكم تحت قواعد معينه في هذه الوسائل؟ نعم، هو ياتي، هو انا انظر لها، يعني ابتعد عن الشيء، انظر لها كتصرف سلوك. يعني التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي تاتي ضمن السلوك، التصرفات العامه حتى في الحياه العاديه العامه، لكن هو يبقى شويه في تويتر او في انستغرام فيسبوك اكثر خصوصيه، والناس ممكن تشوفك حتى ما تعرفك. الان سؤالك جميل جدا، هل في قواعد يعني احنا نضعها لانفسنا او هي متعارف عليها حتى انا اضبط ممارستي؟ صحيح. على الانترنت هي نعم موجوده بشكل، يعني في القواعد اللي هي الكومن سنس، المنطق، يعني يقول كذي ان الواحد مثلا من الناحيه القانونيه لا يسب، لا يشتم، لا يتهم احد، لا يخون احد مثلا. الامور حتى الاجتماعيه ذكرتها قبل شويه، والتقاليد خاصه في جانب البنات مثلا ان ما تعطيك صور كثير عن نفسها او معلومات كثير عن نفسها، بل حتى اجتماعيا يؤثر. يعني بعض البنات، يمكن بعض الناس يرى ان اذا بنت حاطه، وكلام صح انا اسمع فاطمه، لكن بعض الناس يرى اذا بنت حاطه صورها واسمها طبيعي يمكن حتى يؤثر حتى على مساله زواجها او عدمها. صحيح. يعني بعض الناس يرى ان هذه بنت جريئه جدا مع ان هي طالعه باحترامها وبرصانتها، لكن الناس تفسر خطا. احنا مثلا التغريد، في قاعده، مو قاعده هي قانونيه لكن قاعده ادبيه في التغريد، يقول مثلا دائما فكر، بامريكا يسمونها، يقولون تسمونها قانون الثلاث ثواني، لما تكتب تغريده فكر ثلاث ثواني قبل. صحيح. مثلا لا تدزها، لان تعرف لما واحد يجيك رساله لا شعوريا ترد عليها، فتقول انت انطر شوي، لانك في اخطاء تصير املائيه، في اخطاء حتى في الكلمات، في احيانا ترد بسرعه كأنك قاعد بديوانيه، لكن هناك تطلع موجوده عند الناس وياخذونها ويتداولونها. الان حتى المحكمه الكويت، القانون الكويتي الحين بدا ينظر للتويتر كما تعرفون. صحيح. انه منتدى عام يسمونه، كان قاعد في الشارع او في مكان عام، لما تغلط على واحد تجرم. فلا تبعات قانونيه يعني. في ظل هذا الموضوع كنت كلامي ذكر النقطه القانونيه، يمكن البعض ما يكون عنده درايه في هذا الموضوع، ان القوانين على مستوى العالم بعد دراسات اثبتت ان الكويت اكثر دوله قاعد تطبق القرارات في القوانين الخاصه بالكويت على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في القذف او وضع اي شيء في اهانه، فقاعد يطبق داخل الكويت اكثر دوله على مستوى العالم. نعم، اكثر مغردين في العالم تم احالتهم للقضاء في الكويت. في الكويت، لانه تعرف الموضوع شيء صاير سياسي حساس. لكن ايضا نعطينا ان المحكمه الان في الكويت، المحكمه قررت استئناف التمييز، ان تويتر مكان عام، فاي واحد، عفوا لو واحد غلط على اخوي احمد، بحق احمد يرفع عليه قضيه، ما تقول هذا حريه شخصيه وهذا هذا انترنت، هذا فيرتشوال، عالم افتراضي. لا، حريه التعبير، وايد ناس قاعد تقول حريه التعبير، يحاسب. فهذه من القواعد اللي هي القانونيه، القواعد القانونيه، الاداب، الاحترام، يعني الامور اللي هي المنطقيه. يعني دكتور نبي الافاده منك، هالثلاث ثواني شنو ممكن تحط على عاتقك ان انت غير هذا؟ ممكن هل انه يعني مثلا انه يراها بالجانب القانوني والجانب الاخلاقي والجانب الاجتماعي في هالثلاث ثواني، ممكن شنو واحد يفكر في هالفتره؟ طبعا الثواني الرقم ذكر كرقم هكذا، يعني ممكن تصير خمس ثواني، ممكن تصير عشر ثواني، ممكن دقيقتين. صح. يعني مو هالثواني بالذات، يعني الفكره انك تكتب التغريده قبل السبمت، يعني وتنطر شوي، خاصه التغريده فيها رد على احد. صحيح. او فيها فكره شوي جريئه او امر سياسي معين او امر ديني حتى حساس معين. صحيح. يقول تنطر شوي، اكتبها ما يخالف، خلها بدرافت بس شوفها راجعها. هذا ما في باس فيه، بالعكس تعطينا مجال للتفكير اكثر. يعني يقول خليك مثل عنق الزرافه، يعني قبل لا تقول كلمه فكر وهي ماشيه في رقبتك لين توصل للسانك. يعني الناس طبعا الشباب يعني طبيعتهم حماسيه، طبيعتهم، انا ما اتكلم بالامور فقط السياسيه، حتى الامور العاطفيه والامور السهله والامور النكت تلقى بسرعه يكتب وهو بالسياره يكتب ويدز. فما يكون في عنده نضج تأني. في اي تأني ونضج في قضيه ان تويتر يطلع بركاده، فتصير يعني الامور هذه حساسه. صح. نعم اكيد دكتور، ووايد ناس صح قاعد نشوف هذا النوع من الامور اللي قاعد تصير احمد، ان الناس قاعد تكتب ولا قاعد تحط تقدير على التويت مثلا اللي قاعد تكتبه والتغريده اللي قاعد تكتبها، شنو راح يكون بعدها امور عواقب، هل انت قاعد تجرح ناس، قاعد تثير امور اخرى من خلال هذا التغريد. موضوع شيق وياكم ودسم، لكن مشاهدينا راح نكمل هذا الموضوع مع ضيوفنا بعد هذا الفاصل. رايك
ودينا بعد الفاصل متواصلين معكم في برنامج رايكم شباب وموضوع التطور التكنولوجي شنو ممكن يأثر على شريحة الشباب من الجانب الإيجابي أم السلبي، مع ضيوفنا داخل الاستديو الدكتور خالد القص عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، حياك الله مرة ثانية، وفهد الدوسري ومريم الأمير وفاطمة كرم طلبة الإعلام في جامعة الكويت، حياكم الله مرة ثانية في هذا الموضوع المتميز أتوقع أن يأثر في الكثير من الشباب. فهد، شفنا يمكن الكثير من الآراء وشفنا العديد من التوجهات، لكن أنت نتكلم شوي عن جانب البنت، يعني هل تشوف التقيد وممكن هذا أثر بشكل أكبر على شريحة البنات من ناحية استخدام التطور التكنولوجي من تويتر وإنستغرام وفيسبوك أي كان؟ طبعا هو استخدام الشخص لتويتر بغض النظر عن جنس الشخص سواء كان واحد أو واحدة، إحنا ننظر إلى العادات والتقاليد في المجتمع الكويتي، هل هي تسمح للبنت بالتواصل عبر هذه الوسائل التكنولوجية؟ لحد الآن ما شفنا لك أي مانع، فليمشي على الولد يمشي على البنت من ناحية التواصل على الاجتماعي، ولكن أنا كثر أطلع من نفسي معلومات مني عليها النقطة أو نقطة الاهتمام أو النقطة الحمراء، ففي معلومات يسمح للولد أن يطلعها والبنت بالمقابل لا يسمح بها أن تطلعها، سواء كان أمور خاصة أمور شخصية أمور لا يمكن تطرق فيها مع الغير، هذه المعلومات تكون على شخصيتي أنا. في بعض الأشخاص في مجتمعنا أو بنات عندنا عندهم من الأمر الطبيعي أن يحط عنهم معلومات، لأن هذا هي تواجه بالبيت كل يوم، يعني لا. يعني عادي أن تعرض هالكم من المعلومات، عادي أن تتطرق إلى هذه المواضيع، ما في وإذا قلت لها ليش تقول لك OMG موضوع عادي، يعني هذه شريحة من الشرائح اللي ممكن تكون ردة فعلها. ولكن فهد، إحنا قاعد نتكلم عن موضوع صور وفيديوهات وتعليق، وممكن يأثر مثل ما قال الدكتور إساءة على البيت اللي أنت عايش فيه، ممكن يأثر على مرحلة الاجتماعية والزواج، فأنت تشوف تسيء ولا ما تسيء بكل صراحة. أعطيك إياها، يعني كم كمية من البنات في دولة الكويت نشوفهم عندهم خلفية معلوماتية أو خلفية علمية يشاركون معلوماتهم في ملتقيات عربية أو ملتقيات داخلية، فما المانع أن هي نفسها تنزل فيديو على كيكا وفيديو على يوتيوب تشرح العلم اللي هي عندها إياه؟ بالعكس هذه فائدة على المجتمع الكويتي قبل أن تكون ضده أو عليه، فهذه فائدة. بالعكس أنا أشوف أن وجود المرأة في برامج التواصل الاجتماعي مهم جدا، وأن مقدار الحرية هو مقدار الحرية يفرض الدستور الكويتي للمرأة. وحق المرأة كان متواجد في كل المحافل سواء بالجانب السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي، فكان له دور أيضا فعلا كبير في الساحة في الكويت بكل أعمارها. كل الشكر لك فهد الدوسري طالب في الإعلام في جامعة الكويت. طبعا إحنا ما خلصنا هذه الفقرة، ولكن راح ينضم لنا زميل عبد العزيز المعاشرتي طالب قسم الإعلام، ولكن بعد أسراء شنو بيكون؟ نعم أكيد، كل الشكر لك فهد. ومكملين موضوع التكنولوجيا وهل تأثيرها سلبي أم إيجابي، لكن بنستطلع أكثر رأي الشباب مع هذا التقرير. موضوع أصبح من أكثر المواضيع تهم الشباب وهو التواصل الاجتماعي في كل برامج سواء تويتر إنستغرام وكيك، ولكن سلطنا اليوم الضوء على موضوعين مهمين وهو الإنستغرام والكيك وظاهرة الهاي كيكرز اللي دائما نشوفها في كل الفيديوهات المطروحة. اليوم راح نأخذ آراء الناس والشباب تحديدا في هذا الموضوع، سلبي إيجابي والبرنامج. هل أنت مع مستخدمين الكيك والإنستغرام؟ لا والله للأسف أنا ضده. اثنيناتهم يعني ما عندك ولا واحد فيهم؟ ليش؟ ما استخدم. ليش؟ للأسف والله اليوم قاعد نشوفه في الكويت استخدام الصراحة الكيكر والإنستغرام قاعد يستخدمونه بشكل خاطئ جدا، هذا قاعد يعكس صورة مجتمعنا للدول الثانية وما قاعد يشوه صورة مجتمعنا للأسف. احنا شايفين استخداماته حيل سلبية جدا جدا. أنا مع الإنستغرام إيه، بس مو مع الكيك. مشارك بالإنستغرام بس الكيك مطلع. الكيك يعني أغلبهم يستخدمون الكيك استخدام سيء و. أشوف إنه ما له داعي. الكيك لأنه قاعد يستخدمونه الشباب بظاهرة سلبية، قاعد ينعكس مجتمعنا كله سلبي. طبعاً استخدامه جداً فاشل على من وجهة نظري. بالكيك. أما بالإنستغرام أشوف إنه ممتاز. الصراحة الكيك بشكل سلبي، يعني الناس قاموا يطلعون يسوون شغلات ما أدري شلون صايرة، يعني بنات بعد هم يطلعون وما يدرون عنهم أهلهم. يعني أحس هالأيام الكيك قاعد يصير، يعني بصراحة الفيديوهات اللي قاعد تنزل بكيك. يعني حيل يعني مستواها كلش يعني ما نازل، يعني يعني فيديو ما له هدف. اذا الواحد يعني بيستخدمه كاستخدام ايجابي يعني اوكي، يعني يروح مثل ما يقولون، بس اذا بتستخدم استخدام سيء يعني نصيحه قويه لا تستخدم البرنامج. اذا انت مالك حاجه بهالبرنامج لا تستعمله، اذا تستعمل استعمال زين، يعني لا تستعمل استعمال سلبي على المجتمع ولا شيء تشوه سمعه المجتمع كذي. عدلي أنا أقول إن برنامج حطونا عشان الناس تواصل مع بعض من ديرة لديرة، فإن شاء الله يستعملونه خوش استعمال يعني ودير بالهم يعني.
كل الشكر للطلاب في جامعة الكويت على هذه الآراء المتميزة، ولاحظنا عدم وجود الجانب النسائي، ولكن يعني احنا صراحة علامة تعجب، حتى الدكتور قال لنا هذه النقطة أثناء ظهور هذا التقرير أن الحين ما قالوا ممكن نطلع نبدي آراءنا في التلفزيون، ولكن عادي بالكيك الشريحة اللي ممكن تجمع العالم كله مو بس داخل الكويت ومستوى العرب. طبعا كرحب في الطالب عبد العزيز المعشري، طالب في قسم الاعلام، حياك الله. الله يحييك، وان شاء الله راح نشاركك في هذا الحديث المتميز. ولكن دكتور امانه وبكل صراحه وشفافيه، يعني موضوع الكيك اللي هو الفيديوهات نتكلم عن حتى هذا الجانب قاعد يوصل لمرحله يعني من الهزل، يعني قاعد نوصل ان البنت تكون قاعده من نوم ولا الشاب يكون قاعد من نوم، والكيك صار انه لو بتنزل فيديو لابد يكون للسخريه، عفوا على هالكلمه، ولكن تكون انت ساخر على اساس انه يكون عندك فولورز عشان يسوون لك سبسكرايب، يصير في كومنتس، وتكون يعني المشكله سلبي وايجابي ولكن يرتفع عدد الفيورز، يعني قاعد يصير الموضوع جدا سيء. فايش رايك في الموضوع؟ نعم، احنا الان مواقع التواصل هي متنوعه لو لاحظتوا، يعني الفيسبوك شوي يختلف عن تويتر، تويتر تدوينه يسمونها الصغرى او ميني بلوجر، الانستغرام تعبر عن نفسك بالصوره. الان الكيك تعبر عن نفسك بالفيديو. فكل واحد له طريقه معينه. الظاهر الكويتيين او الخليجيين حيل نشيطين الى حد ما في الانستغرام والكيك الفيديوهات، يحبون الصوره اكثر، الثقافه البصريه اكثر. الان استخدام الكيك يمكن العزيز اكثر مني متخصص والحين قاعد يسوي معي بحث عن الموضوع هذا، فهو يمكن فيكم اكثر، لكن بشكل عام الكيك الان احيانا اشخاص يصير اخوك مع الايام يحسون انه ما دام قاعد في البيت او مع تليفونه وضوح ما حد يشوفه، فينزل على كيفه، وبالتالي يحس انه هو محمي، عنده خصوصيه خاصه فيه، مع انه هو مكشوف عند الناس كلها. فمع الايام شو يصير؟ عندك جراه. اول ايام ترى احنا نخاف، بس شو بعدين يصير عندنا تعود او الفه او استسهال للموضوع نفسه، فيصير الكلام اللي سالته اختي مريم والكلام اللي قلته قبل شويه في غرف النوم عفوا، او شغلات يعني سمجه او شغلات ما لها معنى وفيها دلع زياده عن اللزوم او اشياء حتى مو حلوه، والادهى الكومنت يعني اسوء بكثير، يعني انت تقرا الكومنتس شيء يعني مغزز، يعني انا اشتركت فيه من باب الناس اعرف شو يصير، انا ادرس اعلام فبعرف شنو الكيك، بس ما بلعته، يعني انا ادرس تلفزيون واخراج واحب التصوير الفيديو، لكن الكيك ما بلعته مثل انستغرام او مثل تويتر. صحيح، استخدام سيء على مستوى الخليج، يمكن عبد العزيز وطالبات يمكن اكثر يفيدون في الموضوع. صحيح دكتور، ذكرت لنا نقطه جدا مهمه هي الخصوصيه، وان تنزل فيديو من دون ما تدري، يمكن عبد العزيز شفنا بالتقرير اللي قبل شوي ان في شخص قاعد يقول لنا في ناس قاعد تنزل فيديوهات من دون ما اهلها تدري مثلا قاعد تنزل الفيديو، فشنو رايك في هذا الموضوع؟ هل خصوصيه مثل ما دكتور خالد قاعد ذكر لنا، او هذا في اساءه لبرنامج كيك؟ يمكن ازيد على كلام دكتوري، الاختباء وراء شاشه الهاتف او وراء لوحه المفاتيح دراسة أثبتوها يعني من أوائل التسعينات أول ما شفنا الإنترنت وتطور الإنترنت. فالاختباء وراء الجهاز التليفون يعطي للمستخدم نوع من الحرية، خصوصاً على سبل التواصل الاجتماعي الحين رفعت سقف الحريات شوي في المجتمعات. صحيح. يعني ممكن نشوف الأشخاص اللي قاعد يستخدمونها بدوا يعني يرفعون هم وهم يرفعون سقف حريتهم، بدوا يتكلمون شغلات ما كانوا يتكلمون عنها من قبل، كل هذا احتماءً بالجهاز اللي هم قدامهم. فلما أنت محتمي وراء الجهاز ما تفكر بالعواقب ولا ما تفكر شو انا بيصير لي اذا سويت كذي ولا تكلمت عن احد كذي، ولكن على المدى الطويل يعني احنا نشوف ان هالثقافه هاي ممكن تتطور. صح، يعني مثل ما قبل كنا نسميها طرق التواصل الاجتماعي، بس يعني شوي شوي قاعد تشوفها تصير طرق الاعلام الحديث، فيعني هي في تطور مستمر، مثل ما احنا قاعد نشوف حتى الشباب الكويتي صرنا نشوف برامج فيها. اكيد طبعا موضوع جدا كبير وبحر، وللعلم انه اثر في جانب نفس، يعني لو تكلمنا في التواصل الاجتماعي دش في دكاترة من علم النفس، من الإعلام، من الاجتماع، من الإدارة، كل المواضيع دخلت في وسائل التكنولوجيا، لأنه ممكن يأثر حتى أنت بالطريق، انقلاقك في البيت ممكن تكون تصير وحداني كله منطوي تحت شيء اسمه تليفون وابليكيشن. يعني حتى يعني اليوتيوب كان موجود من زمان، كان بامكاننا نضع فيديو مدته اطول، ولكن المرونه اللي صارت في التطور التكنولوجي ان انا ممكن اضع الفيديو بالتليفون على مدى سريع وان انزل فيديو في نفس الوقت ممكن ياثر بشكل كبير. مريم اللي ما تبي التكنولوجيا تتطور، لا اكيد طبعا، لكن هذا رايك، بالنهايه محترم رايك، ممكن رايك فعلا يكون صحيح لو ازالت هذه التطور التكنولوجي، ولكن كانوا قاعد نتكلم عن شريحه شبابيه، هل ان ممكن البنت لازم تكون حريصه اكثر من الشاب في طرح الفيديوهات او الكومنتات او تويتر او معالجه هذه مواقع التواصل الاجتماعي، ولا المسؤوليه تقع على اثنين بنفس درجه الحرص؟
أول شيء أبغى أتنوه على شغلة، أنا مو ضد التكنولوجيا بس أنا قاعد أقول لك المشكلة اللي قاعد نعانيها، ما نطرق حق مواضيع الإيجابية هاي موجودة خلاص يعني إحنا متفائلين فيها زين الحمد لله، بس أنا طرقت المواضيع السلبية لأن في مشاكل نعانيها، هالمشاكل إحنا نبي نحلها، ما نبي إحنا نطرق حق الإيجابي ونطالع إيجابي وتاركين السلبي المشاكل اللي المجتمع قاعد يعانيها، هذه كنقطة أنا مو ضده. إنزين الشيء الثاني البنات والشباب هم اثنيناتهم يقع على تقهم مسؤوليه، بس تطرق المسؤوليه الاغلب على البنت. في احد الحوادث اللي صارت في انستغرام وحده مكياج هوايه عندها عندها بالبيت تعرض تفضله وحاطه صورتها، وكانت هي ما عندها موديل فكانت تعرض على نفسها ان هي تمكياج نفسها وتحط مسكين البنت نصا فيها، تم اختلاس صورها حطوها بحساب ثاني باسم ثاني، البنت انصدمت صارت المسؤولية الحين على منو؟ لو كان في سباي عارض أزياء أي شغلة ثانية رح يصير نفس الشيء يتوقع ترى حتى لو نفس الشيء، بس ذيك الساعة بيقولوا للمجتمع أنت ترى بايقين صورك حاطي لك إياها بأكاونت ثاني، يعني شنو بيصير له؟ ما رح يصير له شيء. بس البنت يكون فعلا دائما يقول سباي شايل عيبة، يعني هذه الكلمة لها صحة ونفس الوقت ما لها صحة. ولكن احنا دام انت ذكرتي نقطة ان البنت حاطة هالصور يعني هي معرضة روحها لانها تنتشر، لان ما تقدر تقول ليش حطيت، لان انت اساسا حاطة صورة بابليك. صح كلامك، اوكي انا حاطة الصورة بس مو معناته انك انت تدش حسابي تبوك صورتي تحط لك حساب ثاني باسم ثاني بصورتي انا. ماكو قوانين تمنع هذه الصورة. احنا قاعد نتكلم عن شنو، انه لازم كل شخص يكون فيه رقابة، واذا ما كان فيه رقابة يعني اشرح لك اياها بطريقة انه حرام يكون ذيك الساعة ان انسان يحط لك صورة عشان مثلا كهواية هو عنده كشغلة انك انت تختلسه، يعني هالشيء يمكن يصير باختك بامك بنت خالتك، يعني هالشيء اللي احنا قاعد نشوفه انه يعور القلب كسلبيا. صح. ولكن قاعد نشوف انه حتى لو كان في اختلاس للصور اذا هي قاعد تطلع في صورة زينة وقاعد تحط صورها وهي ما فيها شيء ما اتوقع انه فيها اساءة لها راح تكون. فاطمة ودي لو اسألك، هل انت مع التكنولوجيا وممن يستخدمون هذه التكنولوجيا وشون تستخدمينها بشكل خاص؟ قصدك عن كيك ولا عامة؟ عامة انا صراحة استخدم التكنولوجيا، استخدم تويتر وانستغرام وكيك، بس كيك يعني اطلع عليه من باب الفضول يعني، واني اتعلم حق كون احنا طلبة اعلام يعني، صح في النهاية راح ناخذ هالمكان يعني في المستقبل. نعم. نتعلم و راح ادخل كيك اذا حسيتني راح اضيف له شيء يعني ايجابي. اكيد طبعا الموضوع مثل ما قلنا كبير ويحتاج ان هم نكمل في هذا الموضوع، لذلك احنا اتحنا الفرصه ان يكون طوال هذه الساعه في برنامج رايكم شباب نتكلم عن قضيه شبابيه ممكن تكون تاثر بشكل كبير على شريحه المجتمع، لان الشباب هم شباب المستقبل وهم صناع المستقبل، الاعمال راح يقدمونها، فهذا التاثير ايجابي سلبي نقاش جدا كبير مع الدكتور خالد القحط وايضا عبد العزيز وفاطمه ومريم في هذا الحوار الجميل. مستمر معكم بعد البريك، لكم معنا. لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل مكملين حوارنا مع ضيوفنا في الاستديو، الدكتور خالد القحط عضو في هيئة تدريس في جامعة الكويت وطلبة قسم الإعلام، عبد العزيز المعوشرجي ومريم الأمير وفاطمة كرم. دكتور خالد، ذكرنا قبل الفاصل أن في ناس في شريحة كبيرة من الشباب قاعدة تسيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وكيك، ودي لو نركز أكثر على كيك خصوصا هو شيء جديد الحين بين الشباب، هل تحرص فيه من خلال محاضراتك اللي قاعدة تلقيها في الجامعة أنك توعي الشباب في استخدامه لهذا النوع من مواقع التواصل؟ نعم، احنا انت قلت كثير من الشباب يمكن فقط في الكيك، لكن الانستغرام والتويتر انا رايي شخصي ان الاغلبيه قاعد يستخدمونه بطريقه جيده. لكن عبد الله سؤالك، نعم نناقشه في موضوعات، عندنا مقرر اسمه اخلاقيات اعلاميه، عندنا مقررات مداخل الاعلام، النظريات، الراي العام، ممكن نناقش تكنولوجيا بعد في تكنولوجيا نزلنا الكورس المعرفي طلبة الإعلام كلها متيم عليها فناقش مثل الموضوعات هذه مع الزملاء والزميلين. أنا الحين مثلاً مناهج بحث قاعد أشتغل مع المعشرجي عبد العزيز وفهد الدوسري، نشتغل في بحث عن الخصوصية وكيك التحرش اللي قاعد يصير والتربص اللي قاعد يصير، موضوع جداً جميل. أنا قاعد أتعلم منهم، أنا ما عندي خبرة حيل في الكيك يعني، لكن أنا قلت لكم ساعة قضية الفيديو في استخدام أسوأ، حتى اليوتيوب لو تشوفون ترجعون اليوتيوبات اي موضوع تلقى فيه يصير فيه الكومنت يعني موضوع رياض تلقى يسبون بعض، صح غير الامور اللي هي شويه فيها اباحيه شويه، وهذا الكيك الان بدا يصير
خاصة في الخليج بالذات الكويت الإمارات السعودية استخدامات من الشباب فعلا سيئة اتفق معك فيها وهي قضية استسهال الناس الآن يعني حتى بعض البنات مثلا هي مو منقبة تنقب مثلا وتتكلم على كيفها انها مو معروفة او شيء او بعض المدرسات يصورون طلبة عندهم مساكين مدرسة ويسووا حركة معينة وينزلون عيال خلق الله في الكيك فنعم في إساءة واحنا نناقشها في بعض لكن هي الأخير ترجع للشخص نفسه يعني هي 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 ثقافة انا دائما اقول هي ثقافة انا يمكن اول مره ادش الكيك لقاني شوي عندي فضول طالع شوي بس مع الايام ارجع لي لكن في ناس طبعا اخلاقهم سيئه طبيعه الحال شوي هذول شويه مو شريحه او فئه معينه في المجتمع بس هم الاكتف حين صحيح ودكتور احنا اكثرهم ودكتور اللي خلانا ان سلط الضوء لان هذه واللي اكد على ان احنا علينا مدخلات خارجيه غريبه ما هي يعني متعودين عليها في المجتمع ان جبنا نطالع باستغراب صار الناس عندهم فضول كبير ان انا ادش انزل برنامج الكيك عشان اشوف ايش قاعد يصير يعني قاعد يقول شو العالم الثاني اللي شفت فلان الفيديو ما شفته فالحوار صار دارج عند الشباب سواء بالدواوين بالطلعه بكل مكان لابد يكون في ذكر قضيه معينه صارت في كل يوم تنطرح وللاسف انها ما تزال رغم انه قبل لما تطلع شيء بسيط يعني الجهه المعنيه في متخصصه في ازاله هذه المواضيع تلغى على طول في نفس الوقت ولكن الحين صار الموضوع ماكو فايده الموضوع ينزل ما همهم احد ما همهم لا مجتمع ولا سمعه ولا شيء ولكن هذا موضوع جدا حارس واتمنى الكل ياخذه بكل جديه والعلم وبكل صراحه البعض طالعنا يقول يا عمي روح انت قول يا عمي روح وللاسف فعلا دكتور ان هذول الناس اللي قاعد قلت لي هم اساس هذه المشكله وهم من يطرح هذا الموضوع ويشجعونه لكل شخص يحطه عبد العزيز لما نخصص شوي جانب الكيك لان انستغرام يمكن ما صارت عليه مشاكل كثيره كثر ما صارت على الكيك من طرح فيديوهات من اشياء يعني ممكن مثل ما قال الدكتور تو تفضل انه تصوير حدث معين في نفس الوقت وطرحه في البرنامج ممكن يسبب مشاكل كبيره ويثير قضيه على مستوى السياسي والجانب جانب الدول وتصير قضايا جدا كبيره على مقطع جدا صغير فانت شنو تشوف يعني في هذا البرنامج احنا مثل ما تكلمنا قبل بشكل كبير امانه صح اهم هم قاعد اشوف بالكومنتات بالردود يعني هوشات على شغلات يعني اصغر ما تكون فهذه انا اربطها بحداثه الكيك وبالحريه اللي هي تعطيها فيعني مثل ما قلنا هي المشكله مشكله اشخاص اكثر ما هي مشكله مجتمع يعني هم عندنا يعني مثلكم شرواكم شباب الناظر الشباب قاعد يستخدم السبل هذه بطريقه صحيحه فيعني مو المشكله مو ما نعممها نحاول نخصصها شوي نعم اكيد هو الشر يعم والخير يخص في النهايه عبد العزيز وطريقه الاستخدام تختلف من شخص لاخر ودي لو نتكلم اكثر عن المواد في الجامعه مريم هل تشوفين ان مواد في جامعه الكويت تحديدا قسم الاعلام قاعد تخدم التكنولوجيا الحديثه اللي قاعد تصير وتواكب هذه التكنولوجيا طبعا الحين دكتور خالد راح يعطيك النظره انا قلت قبل حق دكتورنا يمكن حنتقد هالنقطه هذه اول شيء ان لا الصدق احنا بحاجه حق مواد ومقررات دراسيه ان تطرح حق ان التكنولوجيا وفوائدها او كيفيه استخدامها والتقنيات اكثر ما هي نظريه يعني احنا بالعكس جامعتنا قاعد نشوفها نظريه اكثر ما هي عمليه المقررات للاسف انا سمعت يعني ان انستغرام كاسم بالمحاضرات الدراسيه بس ما اعطونا او كاخلاقيات ما الاخلاقيات اطرحوا لنا انه في اخلاقيات لازم نستخدمها بس ما اعطونا الاساليب اللي ممكن نستخدمها احنا في انستغرام كيكرز هذا الحين انا صراحه ولا دكتور طرح لي اياه احنا ناقشناه بكلاس تكنولوجيا ذكرنا انه بالعكس وايد سلبي في بنات متحولية قالوا لي بالعكس انه هو زين هو فني هو يعني صحيح. احنا نستمتع فيه هذول يخافون يقولون فني هذا مشكله كمل يعني نستمتع فيه قلنا اوكي بس ان حتى يوتيوب يمكن احنا ما نشوف الشيء ينتشر بيوتيوب كثر ما انتشر صح. احنا محتاجين في جامعه الكويت حق ثقافه احنا طلبه جامعه فاقدين ثقافه يعني نعم. اذا احنا طلبه جامعه عندنا بنات وشباب يطلعون بكيكرز او مثلا انستغرام او تويتر يكتبون كلام سلبي يشاركون في اماكن غلط يكتبون تويتات غلط ذيك الساعه شنو فائدتنا احنا يعني كشباب صحيح. مثقف يعني احنا شنو تركنا حق الثانويه والمتوسط صحيح. اكيد بس احنا اليوم اكدنا ان في ثقافه وفي طلاب امثالكم مثقفين في الجامعه ونفخر فيهم بالشريحه الشبابيه في مختلف الطلاب في جامعه الكويت بكل
الأقسام. وأمانة يعني هذه كلمة حق تقال أن قسم الإعلام مبدع بدكاترته بالأعمال اللي قاعد يقدمها، ليشهد عليها الجميع من سفرات خارجية تفيد الطلبة من الأعمال اللي قاعد يقدمونها. ودكتور خالد من أبرز الدكاترة اللي أنا أتشرف أني خليتها أنا عنده مادة عندك، وإن شاء الله مواد كلها أتشرف فيها لأن طريقة تلقائك ونصيحتك، وهذا دليل واضح أن أنت قاعد تشارك الطلبة في البحوث في عمل يخص الشباب، فهذا شيء يشرفنا دكتور، وان شاء الله الجايه تكثر. راح اخصم على مريم المقرر الجاي تاخذ معي. شو انا راح ان شاء الله تعطيني جريد، قلت لا بس هذا مو مجامله، هذا فعلا كلام صحيح. فاطمه نبي نتكلم شويه جانب الاعلام ومواد الاعلام، بس لا طبيب الاعلام الدكتور مهتم. لا 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 زين، شنو تحتاجون في كطلبه اعلام في قسم الاعلام؟ شنو ممكن مواد تضاف ومواد تلغى؟ ولو كانت في مواد لا بد تلقى قوليها بكل صراحه، يعني التعديلات اللي لازم تطرى على قسم الاعلام. من ناحيه طبعا العملي نعاني احنا من الجانب العملي، ما مو قاعد نشتغل بال كان يعني تخصص اذاعه وتلفزيون خصوصا يحتاج ان احنا نتعامل مع المعدات والاجهزه والاضاءات عشان يكون عندنا يعني خلفيه مناسبه بعد التخرج. ايضا المشكله على الجانب العملي ولا جانب المعدات وتوفير الادوات؟ هو العملي راح يعني يتطرق الى جانب الادوات، لان انا سمعت ان الطلبه يعانون من موضوع لازم يحطون اسمهم ياخذون الكاميرا، وان الكاميرا لازم تكون متواجده عند طالب معين، فهذه ممكن تسبب لكم مشاكل. انا اللي صار معي بالعكس، الدكتور طلع معنا ورحنا صورنا وكان موجود معنا يعني يشرف علينا وكذي، يعني ما في مشكله بجانب ما كنا نتعامل. لا انا اقصد معدات زياده. يعني احنا خذينا الكاميرا بس صورنا فيها، لكن احنا نحتاج اضاءات، برامج فيديو نستخدمها صحيح عشان نواكب هذه التكنولوجيا، ايضا يعني العمل على هذا يعني اشتغلنا شوي الكماليات التلفزيونيه بالضبط. يعني هذا بجانب من ناحيه الاذاعه والتلفزيون، ايضا جانب الصحافه يعني ما كان عندنا نهائيا خلفيه عن موضوع الصحافه، يعني حاولنا ان نعرف عشان ابي اخذ صحافه مثلا اتخصص صحافه ما كان في يعني صحيح صحيح. وفي النهاية الأمور النظرية تحتاج لأمور عملية. دكتور خالد ودي لو أسألك أكثر، أن في ناس وايد قاعد نشوف ناس قاعد تسيء لهذه المواقع التواصل، نبي نعرف شلون ممكن نحن نحد من هذه الإساءة لو على عجالة فقط. أقدر أعلق على الكلام اللي قاله زميلات ولا؟ أي تفضل أكيد خذ راحتك. أنا طبعا أتفق معاكم بالعكس، إحنا أعتقد قسم الإعلام على روع الزملاء اللي فيه والمناهج، لكنه يعاني من نقص شديد واضح في الاستديوهات التلفزيونية بالذات. إحنا أنا انحرج أدرس طلبتي وإحنا ما عندنا استديو، فهي دعوة بالعكس من خلال قناة الرأي إن إحنا نهتم أكثر بالجانب العملي في جانب استديوهات، لأن ما عندنا كاميرات، برامج المونتاج لازمنا قديمة الطريقة التقليدية اللي هي اللينير القديمة، حتى ما عندنا الآن برامج اللي حديثة في المونتاج، إضاءة زالت قديمة، كاميرات قديمة. فبالعكس انا اتفق معكم اكيد طبعا. حلو ان الواحد يتكلم في موضوع جدا مهم يخص الطلبه، وانا اضيف لان انا يمكن مساند اعلام اضيف ان ندرس بكيفان ونروح حق الدكاتره بشويخ، هذا شيء يحتاج يمكن شيء امور خاص في الجامعه الاساسيه، انه ممكن توفر الاقسام الخاصه في دكاتره الاعلام توفيرها في مكان واحد عشان طالب يرتاح حتى صحيح. مع تواصله مع الدكتور. خذنا الوقت بسرعه، تكلمنا مع ناس مثقفين ودكتور فعلا مثقف، وانت مثال اعلى لكل الدكاتره في جامعه الكويت. سعداء في تواجدكم اليوم دكتور خالد القص، عضو هيئه التدريس في جامعه الكويت، والطالب العزيز المشرج طالب قسم الاعلام في جامعه الكويت، وبقول الصحفيه والطالبه مريم الامير طالبه قسم الاعلام في جامعه الكويت، وايضا الطالبه فاطمه كرم طالبه قسم الاعلام في جامعه الكويت. بس في شيء ودكم تقولونه دكتور؟ شنو بتقول؟ في شيء انا خايف منه بس عادي، انا مفاجاه. لا قالت تقول عبد الله مال الله. لا عشان هاي كانت ازمه في دخول اول يوم، ما يدري عبد الله حبيبي يعني ما وانت الان حبيبي الله يخليك طبعا. كلهم في النهايه فيهم الخير والبركه. اكيد كل الشكر على وجودكم معنا اليوم، طلبه متميزين في قسم الاعلام، استاذي دكتوري دكتور خالد القحس من جامعه الكويت في هيئه تدريس جامعه الكويت. مشاهدينا داهمنا الوقت ووصلنا لنهايه حلقه جايكم شباب اليوم، على من راح نلتقي فيكم باكر على نفس الموعد ومواضيع راح نلتقي فيكم بصلاه الجمعة ان شاء الله، بس يوم السبت بحيل الله راح نكون متواجدين من الساعه 6 لساعه 7 في امان الله. مع السلامه.